وخليني ابتدي مع حضرتك بالتفصيله اللي قالتها نهاوند في مجمل كده التقديمه اللي عملتها لحضرتك، فكره التنافسيه ليه دايما، ودي حاجه من قديم الازل بس عايزين نعرف تفسيرها من وجهه نظر بقى واحد من اهم الناس اللي لبست تيشيرت النادي الاهلي في وقت من الاوقات، ايا كان الفريق اللي بيلعب النادي الاهلي وايا كانت البطوله، وبصفه خاصه في البطولات المحليه، حتى لو الفريق مستواه في المعتاد متواضع، يجي قدام النادي الاهلي بتشوف فريق جديد وتشوف اداء قوي وتشوف فيه استقتال بالمعنى الحرفي للكلمه. هل اللي ورا ده فكره ان النادي الاهلي بيفرض الشكل ده على الفرق المنافسه ان هم لازم يلعبوا بالطريقه دي، ولا بتكون فرصه للفرق المنافسه ان هم يستعرضوا قدراتهم واللعيبه تبين نفسها في ماتش اكيد هيبقى متشاف كويس؟ بص هقول لحضرتك حاجه، النادي الاهلي بيعتبر ده ترينت العرض الكبير. أيوة. للعيبه للمدربين للانديه للاجهزه، انت عمرك ما هتظهر او يبقى شكلك كويس او يتقال عليك ان انت لعيب كويس او مدرب كويس او عملت مباراه كويسه او حاجه الا لما تبقى تظهر في محفل كبير. المحفل الكبير ايه هو غير النادي الاهلي؟ صح. يعني كان رحمه الله عليه كابتن ثابت البطل كان يقول لنا حاجه كده دايما، يقول اللي بيجي يلعبك بيبقى كاوي الشورت والفانيلا من بالليل، يعني اللي جاي يلعب حلوة والله. يعني حلوة. كاوي شورت والفانيلا، يعني هو مستعد طبعا من غير اي حاجه، لان هو عارف ان هو بيلعب بقيمه زي قيمه النادي الاهلي. واخد بال حضرتك ازاي؟ فدايما الفرق الكبيره زي النادي الاهلي كل لعيب بيبقى مستني المباراه ديت، لان انت بتلعب النادي الاهلي مثلا الدور الاولاني او الدور الثاني مباراتين في موسم. واخد بال حضرتك ازاي؟ فانت بتبقى عايز تظهر باحسن مظهر ليك او شكل ليك، ان يتقال عليك ان انت لعيب كويس او ان انت بتادي اداء كويس. فقيس بقى كده على كل الفرق اللي انت بتيجي بتلعبها، طبعا بتلاقي النادي الاهلي المنافسه بتبقى يعني شرسه او قويه او ايا كان، يعني لانك انت مش هتظهر بشكل مهما عملت مثلا مباريات مع فرق تانية بشكل كويس، عمرك ما هتظهر زي ما انت تقدم مثلا مباراه او مباراتين قصاد النادي الاهلي بشكل كويس. صحيح. واخد بال حضرتك ازاي؟ فدي بتقابلها طبعا صعوبه كبيره جدا للنادي الاهلي، ولازم تبقى انت في المقابل لعيبه النادي الاهلي وهم مدركين الكلام ده وعارفين الكلام ده كله، ان انت كل مباراه بالنسبه لك انت لازم تقابل نفس المنافسه الشرسه دي او التحدي دوت، لازم تقابله بتحدي اكبر او بشكل اكبر. صحيح. فما ينفعش ان انت تبقى متهاون او متخاذل، او دي صفه طبعا مش موجوده طبعا في النادي الاهلي. فسمه اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي او قدرهم ان هو كل لما هيجي ان هو يلعب بالفرق والكلام ده كله لازم يبقى التحدي عنده اكبر، لانه نادي بطوله، فمش هينفع ان هو تبقى الامور بالنسبه له انه زي ما نقول يريح شويه او يكسل شويه. عشان كده احنا شوية دايما بنقول كل مباراه صعبه بالنسبه للنادي الاهلي، لان حتى لو الترتيب في الجدول الفرقه اللي احنا بنلعبها بعيد جدا، حتى لو المستوى الفني معروف انه في اختلاف، بس برضو زي ما حضرتك قلت هم بيجوا مع النادي الاهلي ويبذلوا افضل ما عندهم ويظهروا بافضل صوره، فعشان كده كل مباراه فعلا بتكون مهمه.